السلام عليكم، مساءكم سعيد. اسمحوا لنا على الغيبة ديال هذا اليوم لأن أصابتنا واحد الوعكة صحية مفاجئة، يعني ضربنا البرد الظهر، كنا على خير وبخير، جلسنا بغينا نوضو صافي شدنا الظهر، فعلا مشيت للحمام باش زعما كاين سخون شي شوية إلى آخره، ولكن باقي نفس الشيء، باقي شوية عندي يعني من تنجلس نبغي نوض ما تنقدرش نوض، المشية شوية داهية، فالحمد لله على كل حال، وفعلا هذا هو السبب باش يعني ما تواصلتش معكم اليوم، كنت غادي ندوز القهوة مع جيت الجوج، ولكن شد عليا الآلام، تا كنت بغيت ندير معكم واحد لايف، وسمحوا لينا بزاف. لأن لابد باش نكونوا في يعني متواجدين ونقربكم إلى كل شيء، يعني المعلومة خاصها تكون، ونقوموا بتحليل ديالها المعطيات. إذا باش ما نطولش عليكم، راني واقف لا غير ما تنقدرش نجلس. المهم درت معكم هذا الفيديو، لمشي حتى كان الوقت مناسب راه نقدر ندير معكم شي لايف. المهم اليوم راه كان واحد الاجتماع ديال النقابات مع الوزاره، في الوزاره، في حين ان بعض تروجوا للضحايا ما قبل 2012 ديال صندوق التقاعد، ما صندوق التقاعد، لذلك الشيء اللي قلناه شحال هذه، ولكن الحيتيات هما ما عارفين حتى شنو مي داك الشيء اللي تيديروا لهم سيدي في يدي، ما فاهمينش لي ديطاي. حنا كاين لي ديطاي ما غنقولوهاش لهذوك الكنانم نهائيا. المهم اللي وصلنا به الان ان اليوم كان واحد الاجتماع، وفعلا تم تداول حول الموقوفين، كاينين 500 غدا مع تقريبا 3:30 تقريبا ولا ذاكره، غادي تجتمع يعني النقابات مع الوزاره من اجل تدارس يعني يلقاو شي مخرج لهؤلاء الموقوفين. نتمنى الخير، لان للاسف الشديد هناك بعض كاينه واحد الخطه اللي هي لا تصب في صالح هؤلاء الاساتذه فعلا، خصوصا الذين يعني توظفوا وفق الاجراءات القانونيه ديال القانون 0007، يعني الاطر النظاميه للاكاديميات، من بعد نقدروا ندرجوا لهذا المخطط الذي لا يصب في صالح البعض. اذا انسان يكون يعني راه ما قال لك احنا احترازي، اختينا هذا القرار احترازيا. ما معنى احترازيا؟ انه باش هذوك اللي تيقولوا ما بانه ما يكونش تحريض وما يكونش هذه الى اخره، ريت ما نطلبوا من الله يفرج على الجميع. من بعد راني عيان شي شويه، سمحوا لينا بزاف دعواتكم معنا، ومن بعد غنقول لكم اش كاين. ردوا البال ردوا البال ردوا البال، ما بغينا حتى واحد يتضرر. شاف دور 120 غنساها.